بسم الله الرحمن الرحيم، معكم بأمر الله سبحانه وتعالى. نيو ايبسود، حلقة جديدة، The Old Man and the Sea Chapter 3-4. طبعا احنا خدنا في Chapter 2 عرفنا ازاي تحدى نفسه وتحدى القرية كلها، وخرج بيصطاد سمكة كبيرة عشان يقدر يبيعها بفلوس كتير عشان يثبت لهم ان هو لسه قادر على الصيد. طبعا في Chapter 2 عرفنا ان هو دخل البحر لمسافة بعيدة، وعرفنا ان هو قدر يتغلب على السمكة القوية اللي هي المارلين، لان هو برضو عجوز ولكن قوي. عرفنا ان هو قدر يثابر ويتقوى بالطعام. عرفنا ان هو ما قدرش ينام. عرفنا ان هو قدر يقاوم ايديه اللي مجروحة علشان يقدر يصطاد السمكة ويمسك اللاين فيش او الفيش لاين بقوة علشان السمكة ما تفلتش منه. كل ده احنا اخدناه في شابتر 2. طبعا النهاردة ان شاء الله هنختم القصة. تابع معايا 3-4 علشان بأمر الله سبحانه وتعالى نكون استوعبنا القصة كلها. شوف معايا الفيديو والشرح ونكمل بعد كده. Until I'm dead fish. Oh God, my hand! Will be proud of me. I am a tired old man, but I have done it. It was too good to last. Sharks! Ah!
Don't sit up. Drink this. They beat me, Manolin. He didn't beat you. Not the fish. No, truly. It was afterwards. Did they search for me? Of course. How much did you suffer? Plenty. You know, I missed you. Now we fish together again. I am not lucky anymore. The hell with luck. I'll bring the luck with me. Get well fast, for there's much that I can learn and you can teach me everything. I will bring you something to eat. Rest well, old man. نشوف مع بعض chapter 3 and 4. هنشوف مع بعض الفصل الثالث والرابع مع بعض، وركز معايا عشان الأحداث متواصلة. It was night and Santiago was sleeping suddenly. فجأة الليلة أو في اليوم التالي جاء الليل وسانتياغو راحت عليه نوما. He woke up. The fish was swimming fast and jumping out of the water. السمكة كانت ماشية بسرعة جدا، بتسحب المركب بسرعة كثيرة كبيرة جدا وبتسبح في المية، وكانت بتقفز من خارج الماء. The old man pulled the fishing line. حاول ان هو يسحب الخيط بتاع الصيد. But the fish pulled harder. ولكن السمكة كانت اقوى وبتسحب المركب اقوى. The fishing line cut the old man's hand. طبعا احنا خدنا في شابتر 2 ان هو ايديه اصيبت بجرح لما كان ماسك خيط الصيد بقوة وكان بيسحب السمكة. وبرجع لك برضه اهو عشان تبقى نربط 2 بتلاتة واربعة، ان هو قدر يشوف السمكة لما عملت big jump out of the sea، لما عملت قفزة كبيرة خارج الماء، وقدر يعرف انها
bigger than the boat، كان يعرف انها اكبر من المركب. وعرفنا ان هو منامش ليلتين عشان يقدر يسهر مع السمكة، وقعد يتحدث معاها ويقول لها هنشوف مين اللي هيتعب وانا معاكي الى النهاية. نشوف مع بعض ونكمل chapter 3 and 4. لما شفنا ان man's hand it hurt badly، طبعا بتوجعه بقوة جدا، واصيبت بقطع سيء. he ate some food، من التعب والارهاق طبعا بدأ يأكل. and rested، وارتاح شوية. he felt a little stronger، لما اكل وارتاح شوية حس بقوة. the old man couldn't rest for long، ولكن للأسف ما قدرش يرتاح لفترة طويلة. he knew that the big fish was becoming tired، أدرك خلاص، عرف إن دي بداية إرهاق السمكة. because now it was swimming around، إمتى؟ لما بدأت السمكة تسبح في دوائر. فين؟ the boat، حوالين المركب. the old man held the fishing line، بدأ الصياد يسحب خيط الصيد. and waited، وانتظر. suddenly he saw the fish tail، شاف ديل السمكة. come out of the water، خرج من المية. the old man waited for the fish to come nearer to the boat، انتظر الى ان اتت السمكة بالقرب من القارب. he slowly took his harpoon when the fish was near the boat، واخد الحربة. الحربة اللي احنا زي كده بالظبط، يعني ليها سن مدبب من قدام زي الرمح بالظبط، بخفة علشان يقدر يضرب بيه السمكة لما تيجي جنب القارب. he used the harpoon to kill the enormous fish، وفعلا مسك الحربة او السهم، احنا قلنا سبه السهم بس طويل شوية، وبدأ يضرب بيه السمكة العملاقة. the fish was too big to put in the boat، طبعا السمكة كانت كبيرة لدرجة انه مش قادر يحطها في المركب. so the old man started to sail home، بدأ يعود بحرا الى المنزل. and he pulled the fish behind the boat، وربط السمكة خلف المركب وبدأ يسحبها معاه الى المنزل. he was happy، كان سعيد جدا. ليه؟ because he could sell the fish for a lot of money، لانه اخيرا هيقدر يبيع السمكة مقابل مبلغ مالي كبير. but he felt sad، ولكن شعر بالحزن تجاه السمكة. while he was sailing home، أثناء الإبحار عودة للمنزل، an enormous shark starts swimming toward the boat، للأسف سمك القرش بدأ يظهر مكان الدم اللي ضرب بيه السمكة بالحربة أو السهم الطويل. طبعا سمك القرش شم دم السمكة وبدأ يظهر القرش العملاق تجاه المركب. the shark was as big as a marlin، وطبعا انتوا عارفين ان سمك القرش حجمه كبير يوازي حجم سمكة المارلين. he wanted to eat it، طبعا سمك القرش
عايز ياكل المارلين. The old man took his harpoon and he killed the shark. في لحظة سحب الحربة وضرب بيها سمك القرش وقتله. But later more sharks came. أكيد يعني أنت قتلت سمكة والدم بتاعها جاب سمكة قرش، فقتلت سمكة القرش فالدم بتاع المارلين وسمك القرش جذب أسماك قرش أكتر. The sharks attacked the boat. بدأ سمك القرش يهاجم المركب and quickly started eating the marlin. وبدأ يأكل سمكة المارلين. The old man wasn't afraid. ما كانش خايف. And he killed 7 more sharks. وقدر يقتل 7 أسماك قرش أخرى. Plus 1 قبل كده زائد 1 من قبل يبقى equals 8 sharks. يعني هو قتل 8 with his harpoon. After he killed the sharks, بعد ما قتل أسماك القرش, he talked to the fish. بدأ يتحدث للسمكة. You are now half a fish. حاليا انت نص سمكة. He said, هو بيكلمها, fish that you were. انت كنت سمكة. I am sorry that I went too far out. انا اسف لاني تماديت. نعم هو تمادى. ليه؟ لان كان المفروض ما يضربهاش كتير بالحربة علشان ما تنزفش دم كتير يجذب سمك القرش. وتمادى اكتر لما قتل سمكة القرش واكتر لما قتل 7 من سمك القرش زيادة. يعني قتل 8 اسماك قرش وكل ده جذب اسماك قرش اخرى لانها تشم الدم. فبالتالي اسماك القرش اكلت السمكة. I ruined us both. انا حزين علينا احنا الاتنين. But we have killed many sharks. ولكن تعازينا ان احنا قتلنا اكتر من سمكة قرش. You and I, انا وانتي, and ruined many others, واخرين, in the night. More sharks attacked the marlin and ate all of the fish. طبعا اسماك القرش زي ما قلت بدأت تنجذب ناحية الدم وللأسف اكلوا السمكة عن اخرها. The fish was now only a skeleton. السمكة اصبحت عبارة عن هيكل عظمي. The old man was tired. كان ارهق جدا, تعبان جدا, and his body hurt, وجسمه يؤلمه. He looked at the skeleton and he felt very sad. وللأسف بينظر للهيكل العظمي وهو في منتهى الأسف. سانتياغو sailed home. أبحر عائدا للمنزل with the skeleton behind the boat. والهيكل العظمي للسمكة آخر المركب. That night, هذه الليلة, more sharks came and swam around the boat. كثير من أسماك القرش أصبحت تأتي وتسبح حول المركب بحثا عن بقايا السمكة. But they didn't stay. ولكن لم يتم البقاء كثيرا because the marlin was only a skeleton.
لأن المارلين أصبحت هيكل عظمي. The small boat sailed fast. المركب أصبح أخف حركة وأصبح أكثر سرعة. And soon the old man saw the lights of the houses far away. شاف أضواء المنازل من بعيد. He was exhausted. كان مرهق جدا. A bed is my friend. حاليا نفسي أرتاح في السرير. He said. When he got home, عندما عاد إلى المنزل, it was night. كانت ليلة صعبة. People didn't see him. وكان الناس نائمون لذلك لم يره أحد. Madeline and all of the fishermen were sleeping. صديق مانلين and جميع من في القرية من الصيادين كانوا نيام. He left the skeleton of the fish by the boat. طبعا ترك المركب والهيكل العظمي بجوار الشاطئ. And started to walk to his house. وصار إلى المنزل. He walked slowly ببطء. Because he was so tired. لأنه كان مرهق جدا. It took him a long time. المسافة أخذت وقت منه. When he got home, لما وصل البيت, he drank some water and went to bed. شرب شوية ماء وذهب إلى النوم. The next day, اليوم التالي, Manolin saw Santiago's boat. Manolin اتلقى مركب سانتياغو على الشاطئ. So he visited the old man house. زار على طول منزل الرجل العجوز. When he saw the old man and his cut hand. لما شافه وشاف يده المصابة بقطع. He was very sad. شعر بالحزن على صديقه العجوز. Manolin went to the cafe to get some coffee. راح للمقهى بجوار المنزل لإحضار بعض القهوة. For him means for the old man. معناها للراجل العجوز. The old man was happy. الراجل أو الصياد كان فرحان. To see the boy and they talked. شاف الولد وبدأ يحكي له. Manolin wanted to go fishing with the old man again. الولد كان يتمنى ان هو يذهب للصيد مرة اخرى مع الصياد العجوز. Lie down old man. تقدر ترتاح يا صديقي العجوز. And I will bring you a clean shirt and something to eat. ارتاح وانا هجيب لك بعض الملابس النظيفة وبعض الاكل. سيد مانلين. He wanted to look after. وقرر ان هو يعتني the old man بالراجل العجوز. The old man smiled. الراجل العجوز كان مبسوط جدا وابتسم. And soon he was sleeping. واستغرق في النوم. The fishermen, الصيادين بتوع القرية, saw the skeleton. شافوا الهيكل العظمي of the marlin by Santiago's boat. بجوار مركب سانتياغو. فبالتالي عرفوا
انه راح واصطاد السمكة الكبيرة and they couldn't believe its enormous size وما كانوش مصدقين حجمها العملاق. They felt sad ولكنهم شعروا بالأسى والحزن for the old man ناحية الراجل العجوز ولكن they respected him كانوا يكنوا له كل الاحترام. ليه؟ Because he was always patient and hard working لأنه دائما كان صبورا ومجتهد. نشوف مع بعض أهم الأسئلة لشابترز 3 and 4. Question number 1: Why did Santiago wake up? Why did Santiago wake up? The answer: Because the fish was swimming fast and jumping out of the water. Question number 2: Why couldn't the old man rest for a long time? The answer: Because the fishing line cut the old man's hand and it hurt badly. Question number 3: How did he know that the fish was becoming tired? The answer: It was swimming around the boat. Again, why did Santiago wake up? هو استيقظ ليه؟ Because the fish was swimming fast لأن السمكة كانت بتسبح سريعا and jumping out of the water وكانت بتقفز عاليا خارج الماء. Question number 2: Why couldn't the old man rest for a long time? ليه ما قدرش يرتاح لفترة طويلة؟ Because the fishing line cut the old man's hand and it hurt badly لأن خيط الصيد قطع أو عور أو جرح يد الصياد وكانت تؤلمه بطريقة سيئة. Number 3: How did he know that the fish was becoming tired? إزاي قدر يعرف إنها أصبحت مرهقة؟ ليه؟ أو إزاي؟ It was swimming around the boat لأنها أصبحت تسبح حول المركب. Number 4: Why did he say you are now half a fish? ليه قال لها أصبحت الآن نص سمكة؟ Because the sharks ate about half of the marlin لأن أسماك القرش أكلت تقريبا منتصف السمكة. Number 5: How was Santiago when he came back home? كان شكله إيه لما رجع البيت؟ He was exhausted كان مرهق. Number 6: Why did Marilyn do the next day? The answer: He visited the old man's house. زاروا على طول. Number 7: How did the fishermen feel when they saw the skeleton of Marlin? شعور الصيادين كان ايه لما شافوا الهيكل العظمي للمارلين؟ They felt sad for the old man. شعروا بالأسى والحزن تجاه الصياد العجوز. Why did the fishermen respect Santiago? ليه الصيادين احترموا سانتياغو؟ The answer: Because he was always patient and hard working. لأنه كان صبور ودائم الاجتهاد في العمل. Complete the following. Number 1: Santiago knew that Marlin was tired. سانتياغو عرف وأدرك إن المارلين أصبحت مرهقة. ليه؟ The answer: It was swimming around the boat لأنها تسبح حول المركب. Number 2: Santiago killed the marlin with. سانتياغو قتل سمكة المارلين ب harpoon. Okay,
Number three, Santiago can't sleep for a long time because ما قدرش انه ينام فترة طويلة. ليه؟ The answer, the fishing line cut his hand and ate her badly. وكانت تؤلمه بطريقة سيئة. Number four, Santiago killed the sharks with. Santiago قتل سمك القرش بـ harpoon. Santiago felt شعر when he came back home. شعر بإيه لما عاد إلى المنزل؟ exhausted. شعر بإيه؟ بالإرهاق. Madeline was very sad for the old man when he saw his. Madeline شعر بالأسى والحزن تجاه الرجل العجوز عندما شاهد his cut hand لما شاف يده المجروحة. Number seven, Madeline brought. Madeline أحضر for the old man from the cafe some coffee. أحضر بعض القهوة. The other fisherman respected the old man because he was. الصيادين الآخرون أو صياد القرية احترموا الصياد العجوز أو الرجل العجوز لأنه ماذا؟ patient and hard working. صبور ومجتهد. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أنتوا تكونوا فهمتوا chapters 3-4 وأدعو الله سبحانه وتعالى أن احنا نعمل review for the episode before answering the exercise. راجع الحلقة قبل ما تجاوب على الأسئلة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن أنتوا تكونوا استمتعتوا معايا بالقصة كلها The Old Man and the Sea. في worksheet حضرتك هتجاوبه. بعد كده هندخل بأمر الله سبحانه وتعالى في المنهج. تابعونا وإن شاء الله full mark with us education channel school. أنا وفريق العمل كلنا بنشكركم لمتابعتنا وندعو الله سبحانه وتعالى لكم ولينا للخير. Don't forget to tell your friend about us, follow us and see you soon بأمر الله. See you.